معانا والدة سلمى هتقول لنا ايه اللي حصل. وبرحب بيك على القناة 24. اهلا وسهلا، اسمي مروة عفيفي، انا والدة سلمى الضفراوي. دلوقتي احنا حضرنا حفلة، انا حضرت حفلة مع بناتي في اجازة المصيف، ملهاش اي علاقة بالمدرسة ولا باسمهم ولا تمت بالمدرسة باي صلة. فوجئت ان انا يوم 5 في اغسطس لقيتهم شايليني من جروب الواتساب الرسمي بتاع الامهات بتاع الدفعه بتاعت سلمى. ما فهمتش ايه الموضوع، كلمت المدرسه ما كانش فيه اي تفسير. وبعدين فجاه رحنا اول يوم دراسه حاجزين بنتي في المعمل بتاع الكمبيوتر من اول يوم دراسه لحد النهارده، بنتكلم في 10 ايام لحد دلوقتي احنا مش فاهمين ايه الموضوع وليه بنتي مضطهده بالشكل ده. يعني ليه كم العدد الايام الكتيره ده؟ 10 ايام ده رقم كبير جدا على طالبه، يعني طبعا صغيره جدا في السن ونفسيتها تعبت جدا تعبانة. وحتى طلع لها يعني وشها كله عباره عن التهابات من كتر الستريس والضغط النفسي اللي هي تعرضت له بسبب المدرسه. وفعلا احنا مش قادرين نستوعب، دي حفله العيله كلها كانت فيها وملهاش اي علاقه بالمدرسه وفي اجازه المصيف. يعني ففعلا مفيش تبرير. عايزين نوضح لحضرات المشاهدين، هم لسه بيقولوا، في حد من الساده المشاهدين بيقول هو لسه المدرسه اشتغلت عشان تحتجز 10 ايام. عايزين نوضح ان دي مدرسه دوليه، والمدارس الدوليه بتبدا بدات يوم 11/9 11/9 من 11/9 وبنتي محتجزه في المعمل ده. تمام، يعني هي من 11/9 وهي محتجزه داخل المعمل. بالظبط. تمام، حضرتك تلقيت الخبر ده ازاي يعني؟ او تلقيت؟ مفيش، انا طبعا انا اتخضيت، انا فوجئت، انا بنتي اصلها اخر سنه اللي هي ثانويه عامه، فطبعا يعني حاجه بالنسبه لي كنت مخضوضه مش فاهمه ليه بيتعمل فينا كده. وبعدين هي اخر سنه في الدراسه، بنتي ملتزمه بقى لها معاهم من وهي في سنه اولى ابتدائي، عمرها ما عملت اي تجاوز، بنت مؤدبه جدا، رياضيه محترمه. بص يعني انا مش بشكر في بنتي، فعلا بنتي بني ادمه محترمه جدا، ما تستاهلش اللي بيجرى لها ده خالص. طب هم ليه عملوا معاها كده؟ ما فيش اي مبرر فعلا، ولحد النهارده احنا مش فاهمين اي حاجه من المدرسه. مفيش اي مبرر ان هي يتعمل فيها الكلام ده، ولا ان اي انسان يتعمل فيه العزله وان هو يفضل قاعد تحت حاجه مش مفهومه بالدرجات دي. ما انا الحقيقه ما فيش تبرير في دماغي. ظلم ظلم ظلم، ما فيش حاجه تانية ممكن اقولها. يعني وعملوا برده حاجه برده مع بنتي اللي اكبر منها، وده معرفش برضو ده معناه ايه، عملوا فيها نفس القصة. احنا كلنا كنا في الحفلة من ضمنها بنتي الاكبر، حجبوا عننا الشهادة بتاعتها لولا يعني، واحنا عملنا صعدنا الموضوع وعرفنا ناخد الشهادة بتاعتها عشان كان عندها تقديم في الجامعة بعدها ب 48 ساعة. الحمد لله نجحنا ان احنا نجيب الشهادة بتاعتها. ففي تعنت من المدرسة مش مفهوم.